امبارح اختتمت مباريات دور ال 32 من كاس مصر بفوز الاهلي على الالومنيوم بنتيجه 1-0 على ارضيه استاد القاهره الدولي، وتاهله لمواجهه فيوتشر في دور ال 16 من بطوله. كمان امبارح فاز فريق الزمالك على بروكسي بنتيجه 5-2، وده كان اول امبارح، وتاهل لمواجهه فريق طلائع الجيش. طبعا عايزين نعرف تفاصيل هذه المباريات، مباريات دور ال 16 القادمه ان شاء الله، من الناقد الرياضي محمد القاضي اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ، صباح الخير على كل الساده المشاهدين، وصباح الخير يا مصر. يا اهلا بيك. نبدا من مباراه الاهلي والالومنيوم. امبارح كان في صعوبه واجهها النادي الاهلي امبارح مع الالومنيوم، المباراه كان رتمها بطيء جدا، لكن في النهايه بيفوز النادي الاهلي. رؤيتك ايه لهذه المباراه؟ خلينا نعترف بس بحاجه ونقولها للساده المشاهدين، ان ماتشات الكاس لا تعترف بالمقاييس ولا تعترف بالاسماء ولا تعترف بالتاريخ، بتعترف بالمجهود ودايما بتحمل مفاجات للجميع. مفيش ماتش كاس ما فيهوش مفاجاه، ومفيش ماتش كاس بيعدي مرور الكرام. ماتشات الكاس في العالم كلها مش في مصر بس، بل في مصر هو بقى يعني بيبقى الفوز صعب، لان انت ما هو ماتش واحد، ما فيش عندك فرصه للتعويض بره الماتش، بره يعني في الدوري مشوار طويل. مفهوم طبعا. بتبدا تاخد ثلاث نقط، بتخسر ماتش، بتتعادل ماتش، بتحط نقطه ودور اول ودور ثاني وذهاب وعوده. بالظبط كده، بالظبط، لحد ما تجمع نقط تبقى بطل الدوري. الكاس لا، هو ماتش واحد بيحدد تاخد انت هتكمل ولا هتخرج بره. فعشان كده هي ماتشات صعبه، وماتشات مالهاش مقياس، ومالهاش ومحدش يقدر يتوقع نتيجتها. فرق كبيرة خرجت على يعني على ايد فرق قليلة كتير، فعلشان كده بقول لك الماتش كان صعب على الالومنيوم وصعب على الاهلي، بس هو صعب على الاهلي علشان الخصم اللي بيلعبه. الخصم اللي بيلعبه اتجمع من 10 ايام بس. بروكسي خصم الزمالك اتجمع من 18 يوم. لان مفيش مواعيد محددة لماتشات الكاس، فالفرقتين دول الدوري بتاعهم خلص وما لهمش اي حاجه. يعني خلص، عايز اقول لك الدوري بتاعهم خلص من شهر 5 اللي فات. فلك ان تتخيل النادي مريح. طيب اتكلمنا عن طريقه اللعب اللي اعتمد عليها كولر، وبالتالي جت النتيجه بالشكل ده. طيب هو كولر ابتدى احترم الالومنيوم في الاول زياده عن اللازم، واضطر ان هو يلعب بخطه متوازنه ويلعب باثنين على الدايره. وده طبعا انت ما بتضطرش ان انت تجازف غير لما بتحس ان الماتش بيهرب منك. فهو لعب بفرود واحد اللي هو كهربا. اضطر ان هو في الشوط الثاني غير الطريقه علشان يلعب باثنين فراوده، لما لقى ان الموضوع معاه مش جايب. يعني انت بتلعب متوازن وكله تحت الكوره، الفرقتين كلهم تحت الكوره في نص ملعب الالومنيوم. حتى الفراوده اللي هو كمان بنزيما، وده لعيب كويس جدا بتاع الالومنيوم، يعني فرصه كويسه، كانوا كله تحت الكوره، ما فيش حد بيهاجم. ما شفناش الالومنيوم خطيره على مرمى الاهلي يعني. انما لما هو عدل الطريقه، والتغييرات كلها متغيره بتاعت كولر، التغييرات كلها متاخره. برضه بتعدي الدقيقه 60، بتعدي الدقيقه وبنوصل ل 65 علشان الراجل يبدا يغير تاني. وده طبعا هي علامه استفهام مع كولر. بس هو لما رجع عدل الطريقه، لعب اثنين فراوده، طلع الاثنين اللي على الدايره، حتى اللي في القلب، فقلب اثنين قلبين الدفاع خلاهم يتقدموا كتير. واحنا لما شفنا محمد هاني يعني اتحرر، انا عايز اقول لك ان كل اللعيبه امبارح بتاعت الاهلي كانت متحرره عشان كانوا مستعجلين الفوز. هم كانوا شايفين ان الفوز بتاخر، والراجل شايف ان الفوز متاخر. انا اول مره اشوف مثلا كولر متعصب علشان النتيجه. تمام. طيب محمد، قبل ما نروح يا محمد لمباراه الزمالك وبروكسي، من حسنات كولر التدوير، وده اللي دايما النقاد الرياضيين والمحللين يقولوا ان هي حاجه كويسه جدا هو بيعملها، انه بيدور اللعيبه، اللعيب بيلعب في اكتر من مركز، النهارده بيلعب، الماتش الجاي لا قاعد احتياطي، والاحتياطي جاهز لانه ينزل في اي وقت. هل شايف انه برضه من صعوبه المباراه انه تقريبا التشكيل اللي لعب بيه في اخر مباراه في الدوري مع مودرن مختلف تماما عن اللي نزل مباراه الامس؟ ده كولر، انا عايز اقول لك ان كولر من المدربين فعلا اللي انت لازم ترفع لهم القبعه في عمليه التدوير. بس هو طبعا عشان النادي الاهلي عنده سكواد عالي وكله بيخش في المنظومه بسرعه، انت بيرفتاو بيبقى بعيد بيرجع ينزل يجيب جون الفوز في ماتش مودرن. صحيح. يعني خلي بالك برضو احمد عبد القادر كان بعيد، وكان الراجل غضبان عليه مسافه، وكان عايز يمشيه في يناير اللي فات.
فجأة بينزل برضو في الماتشات اللي قبل كده بيجيب اجوان. طاهر محمد طاهر نفس الموضوع، كان بعيد خالص خالص وراجل جابه من بعيد ولعب وجاب اجوان. طريقة تدوير كولر هي طريقة محترم، بس ولو ما عملش كده خلي بالك الفرقة كلها تقع منه. دي نفس الأخطاء اللي وقع فيها موسيماني. موسيماني خد دوري أبطال أفريقيا وفجأة خسر الدوري والكاس. عشان كده هو ده ثلاثة أخطاء الآخرين. يعني الراجل فعلا من أكثر المدربين اللي جم مأس الأهلي. الراجل بيتعامل بذكاء مع كل حاجة، واخد ماتش بماتش. حتى لو احنا بنتكلم من الماتش امبارح صعب، هو الراجل صعبه على نفسه بس لحق نفسه في الشوط الثاني. احنا شفنا قفشة خلي بالك، يعني قفشة كان بعيد جدا جدا واتوقف والراجل قال له مش هتنزل التمرين كولر، وفجأة لقينا قفشة بيرجع وبيجيب جول في ماتش وجول في الماتش اللي بعديه، وجول كلها فعلا يعني كلها جوان تدل ان عنده لعيبه وعنده سكواد عالي جدا اعلى من اي حد في الدوري. طيب بالنسبه لمباراه الزمالك ايه تعليقك عليها؟ طيب هو بس انا عندي يعني انا عندي تعليقات على مدرب الزمالك. يعني لو انا اقولها بالنسبه كمان للماتش دوت، هو فجاه الزمالك ما ينفعش، الزمالك نادي كبير والاهلي والزمالك هم ناديين القمه في مصر، ما ينفعش نادي الزمالك يبقى بعيد عن المربع الذهبي. احنا عارفين ان بيراميدز السنه دي هو ماشي كويس وخسر ماتشين اثنين بس منهم الاهلي بيراميدز، فما ينفعش الزمالك يبقى بعيد قوي عن المربع الذهبي. ولو كان معاه مدرب ثاني غير جوزيه جوميز في القياده الفنيه للزمالك كنت ممكن اقدر اقول ان الزمالك كان دخل المربع الذهبي من بدري. الراجل بيتعامل مع ماتشات الدوري بيجرب فيها لعيبه، لكن ماتشات الكاس واضح ان الراجل واخد تعليمات من مجلس الاداره صريحه ان احنا بننافس السنه دي على الكاس. احنا الدوري ممكن تجرب فيه لو انت عايز تجرب، في الدوري جرب، في الدوري لعيبه جديده، جرب لعيبه ناشئين، لعيبه ما بتلعبش. انما في كاس مصر واضح ان الزمالك مركز في بطوله كاس مصر، علشان كده الزمالك لعب بالفرق الاساسيه كلها، لا شفنا ناشئين ولا شفنا لعيبه جديده ولا شفنا لعيبه صعبه. وعشان كده في اول 7-8 دقائق كان الزمالك كسبان 3-0 وبس. انما عشان كده الزمالك لما لعب بعنصر الخبره ادى كويس. انا عايز اقول لك ان فرقه بروكسي دي يا استاذ هبه انهت الموسم بتاعها اول شهر مايو اللي فات، بقى لها شهرين ونص قاعدين في البيت ما بيلعبوش ولا بيتمرنوا ولا حاجه، اجازه زي ما بيتقال في انجلترا اون ذا بيتش. من 18 يوم الفرقه دي بدات تتجمع عشان تقدر ان انت تلعب في مسابقه مهمه جدا زي مسابقه كاس مصر. انت عايز على الاقل تكون بتلعب دوري من مسافه طويله يعني طبعا. لكن المباريات القادمه بتحمل اكيد مفاجآت. كل الشكر ليك الناقد الرياضي محمد القاضي، شكرا جزيلا ليك.